زي ما انتقدت زيزو النهاردة أنا أحيي زيزو، زي ما انتقدت زيزو قبل كده أنا انتقدته لأنه لعيب جيد ممكن يعلى، عايزينه يعلى، ممكن يبقى قد تيشيرت نادي الزمالك، يا ريت. كل ما زيزو يعلى كل ما ده يسعد جماهير الزمالك ويسعدنا ومصر تكسب لعيب كويس. وبعد ما احنا انتقدناه هنا في البرنامج، وبعد ما والده مشكورا تواصل معايا بشكل شخصي وانا تواصلت معاه، راجل محترم وراجل كويس، وجهة نظري ان انا لما بتكلم فانا بنقل نبض جمهور نادي الزمالك. كون ان زيزو سمع الانتقادات وفضى دماغه للملعب وحاول يعلي من الريتم ويحاول يعلي من المستوى علشان يصل مرة اخرى الى قلوب الزملكاوية، فتحية لزيزو. وضربة الجزاء النهاردة اللي احرزها تحسب في تاريخه، لانها ضربة جزاء صعبة وصعبة جدا، ولعلها البداية للعودة، وللعودة مش على حساب الزمالك، لا، للعودة الى احضان نادي الزمالك. كون ان انت بتلعب في نادي الزمالك يا زيزو ده شرف ما بعده شرف. تواضع لله وتقزم اكتر واكتر، وادي للكوره كوره تديلك، وجمهور الزمالك يديلك من المشاعر ومن الحب ومن التقدير. كل لما اللعيب يحب النادي الجمهور يحبه والدنيا كلها تحبه. في النهايه عايز احيي النادي المصري، وعايز احيي مجلس اداره النادي المصري وجمهور النادي المصري والجهاز الفني للنادي المصري ولاعيبه النادي المصري اللي عاملين موسم ولا اجمل ولا اروع من كده. وفي النهاية أيضا ببارك للدراويش النهاردة، فوز غالي جدا على مصر المقاصة، والمباراة القادمة الزمالك والإسماعيلي، الحب والتاريخ والتقدير المتبادل شاء من شاء وأبى من أبى، والأفضل إن شاء الله يصعد على حساب الآخر في المباراة القادمة يوم الخميس في كأس مصر إن شاء الله، لقاء كلاسيكي كبير جدا ما بين الدراويش والفن والهندسة. أطلع الفاصل، وبعد الفاصل نستقبل جلجل نجم نادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر والخبير الكبير، واحد من افضل وامهر اللاعبين في تاريخ الكره المصريه، الكابتن محمد عبد. زي ما انتقدت زيزو النهارده انا احيي زيزو، زي ما انتقدت زيزو قبل كده انا انتقدته لانه لعيب جيد ممكن يعلى، عايزينه يعلى، ممكن يبقى قد تيشيرت نادي الزمالك، يا ريت. كل ما زيزو يعلى كل ما ده يسعد جماهير الزمالك ويسعدنا ومصر تكسب لعيب كويس. وبعد ما احنا انتقدناه هنا في البرنامج، وبعد ما والده مشكورا تواصل معايا بشكل شخصي وانا تواصلت معاه، راجل محترم وراجل كويس، وجهة نظري ان انا لما بتكلم فانا بنقل نبض جمهور نادي الزمالك. كون ان زيزو سمع الانتقادات وفضى دماغه للملعب وحاول يعلي من الريتم ويحاول يعلي من المستوى علشان يصل مرة أخرى إلى قلوب الزملكاوية، فتحية لزيزو. وضربة الجزاء النهاردة اللي أحرزها تحسب في تاريخه، لأنها ضربة جزاء صعبة وصعبة جدا، ولعلها البداية للعودة، وللعودة مش على حساب الزمالك، لا، للعودة إلى أحضان نادي الزمالك. كون إن أنت بتلعب في نادي الزمالك يا زيزو ده شرف ما بعده شرف. تواضع لله وتقزم اكتر واكتر، وادي للكوره كوره تديلك، وجمهور الزمالك يديلك من المشاعر ومن الحب ومن التقدير. كل ما اللعيب يحب النادي الجمهور يحبه والدنيا كلها تحبه. في النهايه عايز احيي النادي المصري، وعايز احيي مجلس اداره النادي المصري وجمهور النادي المصري والجهاز الفني للنادي المصري ولاعيبه النادي المصري اللي عاملين موسم ولا اجمل ولا اروع من كده. وفي النهاية أيضا ببارك للدراويش النهاردة، فوز غالي جدا على مصر المقاصة، والمباراة القادمة الزمالك والإسماعيلي، الحب والتاريخ والتقدير المتبادل شاء من شاء وأبى من أبى، والأفضل إن شاء الله يصعد على حساب الآخر في المباراة القادمة يوم الخميس في كأس مصر إن شاء الله، لقاء كلاسيكي كبير جدا ما بين الدراويش والفن والهندسة. أطلع الفاصل، وبعد الفاصل نستقبل جلجل نجم نادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر والخبير الكبير، واحد من افضل وامهر اللاعبين في تاريخ الكره المصريه، الكابتن محمد عبد